the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands. تقع دولة أستراليا في نصف كرة الجنوب جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادي. عاصمتها هي كانبرا ولغتها الرسمية هي الإنجليزية، وتحتل المرتبة السادسة من بين أكبر دول العالم مساحة. كما تملك أستراليا ما يقرب من 47 ألف كيلومتر من الخط الساحلي، فلطالما ارتبط اسم أستراليا في الخارج بالشواطئ الجميلة التي تتمتع بها. دعونا اليوم نتعرف على أجمل 5 شواطئ في أستراليا ستتمنى زيارتها. يعد شاطئ بوندي أو كما يعرف أيضا بوندي باي أحد أكثر الشواطئ الأسترالية شهرة حول العالم، حيث الرمال الذهبية الساحرة والمياه الزرقاء الصافية، وتستقطب الأمواج المثالية للركمجة محبي ركوب الأمواج. يقع الشاطئ على بعد 7 كيلومتر غرب مدينة سيدني، فإذا قمت بزيارة أستراليا يوما ما فلا تنسى تخصيص يوم لهذا الشاطئ التراثي الرائع. يعتبر شاطئ مالي من أجمل الشواطئ أستراليا، ويقع شمال خليج سيدني، حيث تجد الرمال الذهبية ومياه المحيطات الصافية. يمكنك الوصول إلى الشاطئ في رحلة تستغرق 30 دقيقة عبر ميناء سيدني إلى ميناء مالي. كما يقدم مركز مالي للغوص دورات للمبتدئين ودروس في ركوب الأمواج. يقع شاطئ سيرفرز باراديس جنوب ولاية كوينزلاند الأسترالية بالقرب من مدينة بريسبان، ويستمتع السياح بجمال الشاطئ والرمال الناعمة الخفيفة، مع العلم أن أمواج المحيط تكون مرتفعة هناك، لذلك يعتبر الشاطئ مكانا مناسبا للتزلج على الماء. ويتسم الشاطئ بأنه واسع وطويل، كما أنه ليس مزدحم، وبالتالي فهو مكان رائع يستحق الزيارة. تمتلك جزيرة ليزارد مجموعة من أجمل شواطئ أستراليا، حيث توجد الخلجان والبحيرات والمياه الكريستالية، ويستمتع زوار الجزيرة بالسباحة بين الشعاب المرجانية مع إمكانية الغوص مع الدلافين. وتتميز هذه الجزيرة بسحرها الاستوائي الفريد من نوعه، حيث يجد الزوار الطبيعة الساحرة التي لم تمسها أيادي البشر من قبل. هذا وتعتبر جزيرة ليزارد وجهة مثالية للسياح محبي الهدوء والاسترخاء بين مياه الحاجز المرجاني. يقع خليج جيرفيس جنوب ولاية نيو ساوث ويلز، ويأخذ شكل بيضاوي تبلغ مساحته 67 كيلومتر مربع، ويرتبط مع المحيط الهادئ بواسطة مضيق صغير. تتسم مياه الخليج بالهدوء والصفاء، ويستمتع السياح بالرمال البيضاء والمياه الكريستالية بجانب النباتات الكثيفة حول الخليج، فيوفر أجواء رومانسية مثالية. فإذا كنت من محبي السلام والهدوء فأنصحك بزيارته. وفي الأخير أعزائي، أي من هذه الشواطئ نالت إعجابكم وتتمنون زيارتها؟ نلتقي في الفيديو القادم، دمتم بخير. Free and dive into the sky. Hear the wind crying.